طيب خلينا نروح مع حضراتكم لتكريم إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب لأبطاله أو بطلاته على وجه التحديد. هبدأ معاكم بفريق سلة للسيدات. الحقيقة لإدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب كان حريص على تكريمهم الحقيقة بمناسبة فوزهم، موسم أكتر من رائع الحقيقة، طبعا مع كابتن طارق خيري المدير الفني للفريق الباسكت سيدات. حقق 4 بطولات، بطولة منطقة القاهرة، بطولة الكاس، بطولة الدوري، وبطولة السوبر. طبعا انجاز كبير جدا جدا طبعا الزميل العزيز شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي، وطبعا بقيه الجهاز الفني حاضرين في الصوره، كل التقدير وكل الشكر الحقيقه. فرق النادي الاهلي المختلفه السنه دي قدمت موسم اكتر من استثنائي واكتر من رائع، ودي رساله تكريم دايما بيكون النادي الاهلي ومسؤوليه حريصين جدا على ان هم يقدموها لكل حد اجتهد وكل حد بذل مجهود ووقت واخلص فيه انه يشرف النادي الاهلي ويفرح جماهير النادي الاهلي. بيكون دايما طبعا دي ال4 بطولات اللي حصل عليها الفريق السنه دي، وطبعا بطلات النادي الاهلي بطلات السيدات. وتعالوا نشوف جزء من كلمه كابتن محمود الخطيب والرساله اللي وجهها لفريق سيدات النادي الاهلي ونرجع لحضراتكم. الحقيقه احنا سعداء بيكم النهارده، واحنا بنتشرف بيكم ان احنا نقعد معاكم. عندنا مجموعة ما شاء الله من اللاعبات على مستوى عالي جدا، وشخصيات كلهم شخصيات حقيقة تنم عن النادي الأهلي وعن شخصية النادي الأهلي. معاكم جهاز ما شاء الله كفاءة عالية جدا، ويمكن ملاحظتنا احنا او انا ان انا قعدت بتفرج يعني عليكم، حاسس ان في زي هارموني كده بين الجهاز وبين الحمد لله لعبتنا يعني. كابتن طارق كمان هو الحقيقه يمكن مش عايز اكبره، مش عايز اقول والدكم، بس اخوكم الكبير يعني ليكم وللجهاز. ابن من اولاد النادي اللي الحقيقه اتربى في النادي، فعارف كل لحظه ممكن يقضيها في النادي يقضيها ازاي، ويقضيها لإضافة تاريخ ومجد طالما نقدر نعمل كده. أنتوا مجموعة من اللاعبات الحمد لله على مستوى عالي جدا، وتملكوا إمكانيات كبيرة جدا، والنادي بتاعكم بيملك إمكانيات كبيرة، جهازكم مستوى يعني مستوى الأول الموجود في مصر، وكمان برضو بيملك إمكانيات بشرية وإمكانيات فكرية غير الأمور الفنية كمان يعني. فاحنا كمنظومه اعتقد ان هي منظومه مؤهله للنجاح، ومؤهله للنجاح الكامل مش مؤهله للنجاح. الحمد لله انا خدت كده من الكابتن خالد العوضي، قلت له الدنيا بس السنه دي عملنا ايه كويس، فلقيت ان احنا الحمد لله كاس مصر، بطوله منطقه القاهره، اعتقد ان دي تبقى فرقه القاهره بس، كاس السوبر المصري، دوري السوبر، وخسرنا الدوري المرتبط طلعنا المركز الثاني. اوكي سنه كويسه الحمد لله، لكن مش كامله، وانتوا تقدروا تبقى السنه بالنسبه لكم كامله. تركيزكم، اصراركم، التزامكم بالامور الفنيه، علاقتكم انتوا ببعض كمجموعه، دي عناصر نجاح تقدروا تعملوا ده. اذا كان راح في النهايه بطوله انا زعلان عشانكم، لان البطوله دي كانت ممكن تتكتب في تاريخ كل واحده فيكم. الحمد لله سنه طيبه زي ما قلتوا جيده، بس احنا كنا ممكن تبقى جيده تبقى ممتازه يعني. الحمد لله على كل شيء. طب احنا بقى هنعيش على المكسب اللي فات والسنه اللي فاتت، ولا هننسى ده وهنفكر في السنة الجديدة؟ لو انتوا عشتوا على المكسب الحالي هتخسروا. الناس تفهموا الكلام ده كويس. ولا انتوا تستحقوا ده، ولا جمهوركم يستحق ده، ولا ناديكم يستحق ده. فلازم ننسى اللي فات ده، ما سبق ده خلاص انتهينا منه، واحنا قاعدين عشان نشكركم ونقول لكم مبروك. وكمان او نوصي او كمان بس نلمس كده، السنة الجاية سنة صعبة، لأن أنتوا أبطال
صعب، مش صعب على الغير، مش صعب على اللي مش بطل، مش صعب عليه انه عادي، لكن البطل دايما هو ده الاستمرار كبطل، هو ده الصعوبة. تاني بشكركم جدا لأدائكم، بشكركم جدا لالتزامكم، بإصراركم، بروحكم، بعلاقتكم ببعض، لأن أنا شايف الأولاد حتى اللي ما لعبوش، ودي يمكن حاجة فنية، فرحتهم أكتر من اللعب. هو ده المكسب يا شباب، هو ده المكسب بتاعنا. كلام كابتن خطيب مع بطلات الأهلي في الباسكت بيعكس جزء مهم جدا جدا من فلسفة وعقلية أي أهلاوي، يعني سواء كان الأهلاوي ده مسؤول في موقع مسؤولية داخل النادي، أو كان جهاز فني، أو كان نجم أو نجمة من في الألعاب المختلفة في النادي الأهلي، أو حتى الجمهور اللي بقت عقليته كده، يعني فكرة المايند سيت بتاعت الأهلاوي إزاي بيفكر. عارفين حضراتكم الطالب المتفوق، يعني الطالب اللي اتعود على دايما ان هو يكون نمره واحد او انه يكون جايب الفول مارك العلامه الكامله، لما بيجيب مثلا 99% بيتضايق. يعني شوفوا كم واحد ممكن يفرح لما يجيب 90 95 98%، لا ده بيجيب 99 فبيبقى متضايق على 1%، غير اللي بيجيب 50% وبيدور على درجات الرأفه. هو ده نفس الاسلوب التفكير، انه عشان كده الاهلي ما بيشبعش بطولات، وجماهيره العادي بتاعها انها بتفرح ببطوله او بلقب او بتتويج او بدرع او بكاس، بس بتزعل قوي 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 لما بتكون قريبه من لقب او انجاز وما يتحققش منها. انتوا فاهمين العقليه، يعني طريقه التفكير، اسلوب الحياه عامل ازاي؟ انا بفرح عادي لانه انا الفرحه بالنسبه لي اسلوب حياه، البطوله بالنسبه لي ده العادي، التتويج ما فيش جديد، ما هو العادي انه الاهلي دايما على منصات التتويج، لكن ازعل قوي قوي لو في بطوله راحت من ايدي. وده كان جزء برضه، يمكن بالمناسبه زي ما كان في تكريم لبطلات الباسكت كان في تكريم لبطلات الفولي، الحقيقه مقدمين سيزون اكتر من رائع، ودي كانت برضه كلمه كابتن خطيب ورساله كابتن محمود الخطيب. طبعا بطلات الطايره كاس ودوري وسوبر مصري، ويعني مش عايز اقول احنا فرطنا بارادتنا في بطوله افريقيا، لان احنا كنا الاقدر وكنا الاقرب، وكانت البطوله تقريبا يمكن الثقه الزايده، يمكن كان داي اوف، لكن ما فيش شك الحقيقه انه الجيل الحالي من فريق سيدات الفولي هم الافضل، افضل عناصر وتيم ثقتنا فيه كبيره ان شاء الله باذن الله، والاهم ان احنا نعوض ده السنه الجايه. وده برده كان جزء من تكريم كابتن خطيب واداره النادي الاهلي لبطلات الطايره اللي حققوا ثلاث القاب او ثلاث بطولات السنه دي، بطولة الدوري المصري وكاس مصر، وايضا بطولة السوبر المصري. ووجه لهم كابتن خطيب الحقيقه التهنئه والدعم، وبعت لهم رساله طبعا انه الموسم القادم منتظرين منهم، ده طبعا جزء من تكريم الجهاز الفني، وانه الموسم اللي جاي ان شاء الله باذن الله يقدروا يحصدوا باذن الله كل الالقاب. نسيبكم برده مع جزء من كلمه كابتن خطيب ونرجع لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شباب في البداية بس احنا طبعا سعداء جدا بيكم وفخورين بيكم كمان. انتم والجهاز بتاعكم كله. عندنا مجموعة من اللاعبين واللاعبات، وعندنا افراد من الجهاز، كل الجهاز كلهم كفاءات كبيرة. موسم كويس الحمد لله، ولكن الموسم فيه حاجة ناقصة. وعايز اذكر في الموسم ده حاجتين. المباراه المجمعه كابتن ابراهيم اللي هي كانت كسبنا احنا اول مباراه وخسرنا ثاني مباراه. ومية الحقيقه انا طلبت كابتن ابراهيم، كنت حابب جدا ان انا اجي اشوفكم، لان اللي شفته اول مباراه كان موضوع يعني النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي، الروح اللي بيلعب بيها النادي الاهلي. ده اللي انا شفته في المباراه الاولى. المباراه الثانيه حاجه مغايره تماما بقى. ناس مش مركزه، ناس عندها ثقه زياده، وعشان كده راحت من المباراه. بجيم امور فنيه اخرى كانت بريد كان حكاها لي. يعني المباراه الثالثه رجعنا لشخصيه النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمكم بالبطوله الحمد لله. كاس مصر طبعا الحمد لله، الدوري العام الحمد لله، كاس بطولة كبيرة تانية، بطولة أفريقية في ملعبنا. أنا ما حضرتش الماتش، ولكن
برضه اتفرجت على المباراه، بس ليه احنا في لحظات معينه بيغيب عندنا التركيز وبيغيب عندنا الجديه في الاداء، وفي النتيجه النهائيه ما كانتش صح. فهنا ده يجب ان انتوا ناس افضل مجموعه موجوده في الكره الطايره في مصر مع افضل جهاز موجود. ليه ما ناخدش كل حاجه؟ ما ناخدش كل حاجه، لازم احنا نراجع نفسينا على اساس دايما عاوزين تعملوا تاريخ ليكم وتاريخ لناديكم. خلي الامور كلها في منتهى الجديه، طالما نزلت ارض الملعب لازم تبقى جد جدا ومركز جدا وعندك اصرار جدا. لازم هو ده عناصر الروح العاليه وعناصر الفريق البطل. فريق البطل ليه عناصر، عناصر شخصياتكم، لكن خلاص الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ولكن مش ما يتكررش بنفس الاسلوب. الرياضه فيها مكسب وخساره، ممكن نكسب ممكن نخسر، بس على الاقل الواحد لما كنت طالع من الملعب انا راضي عن ادائي وحاسس ان عملت كل حاجه وكنت مركز جدا، كنت عايش المباراه جدا. عدم التوفيق ده موجود، لكن دايما ربنا سبحانه وتعالى بيوفق المخلص وبيوفق الانسان او اي عمل، بيوفق الانسان اللي هو يعني شايف شغله كويس عايشه كل حياته بتدور حوالين الشغلانه دي. انتوا لاعبين دلوقتي، دي احسن مرحله في حياتكم. احنا كنا لعيبه زيكم. احسن حاجه في الرياضه انك تلعبها، احسن حاجه في الرياضه دي انك تلعبها في كل الالعاب، انك تشتغلها بقى مدرب اداري رئيس نادي عضو مجلس اداره بمنتهى الصعوبه. موضوع وما فيهاش متعه. المتعه وانت دلوقتي تملك ده، تملك الوقت وتملك السن اللي تخليك وتتمتع بحياتك بموهبه ربنا اداها لك. فما تضيعوش الوقت ده يا شباب، ما تضيعهاش، عشان ده كلكم هتفتكروه. انتوا كل بطوله بتضاف ليكم هنا تضاف للنادي وتضاف لتاريخكم. ده مهم جدا يا شباب، بشكركم جدا، معلش عطلناكم النهارده شويه بس كنا حابين نشوفكم يعني. شكرا يا شباب.